الجزء بقى اللي هو الجديد اللي هو رابيد ساند فلتر ده اللي اوت بتاع المحطة اللي موجود فيها الرابيد ساند فلتر. الرابيد ساند فلتر لازما يكون قبله عملية كواجوليشن وفلاكوليشن عشان ما نسدش، لأنه بيشتغل بمعدل ترشيح كبير، فلو ما فيش قبله كواجوليشن وفلاكوليشن وسيدمنتيشن هينسد بسرعة. يبقى الفلو لاين بتاع المحطة ان المايه تيجي من اللو ليفت بامب هتدخل على الرابيد ميكسنج فلاكوليشن سيدمنتيشن، وبعدين انت هتدخل على الفلتريشن. لكن بالنسبه للسلو ساند فلتر احنا قلنا ممكن من اللو ليفت بامب على طول للفلتر، وده بيستخدم في حاله المواد العالقه قليله. الرابيد ساند فلتر هو يعني يعتبر اكثر الانواع المرشحات المستخدمه حاليا. السلو ساند فلتر ده احنا بنستخدمه في التجمعات السكنيه الصغيره اللي لها ظهير صحراوي، بحيث انه بيحتاج مساحه كبيره، فبنعمل محطه في الصحراء فمفيش مشكله ان احنا نعمل، يبقى عندنا المساحه موجوده نعملها، وعدد السكان بيكون قليل. لكن بالنسبه لنا هنا في الدلتا والمناطق الحضريه هنبص نلاقي ان عدد السكان كبير، تصرفات كبيره، المساحات قليله، فيبقى بنستخدم الرابيد ساند فلتر لانه بيبقى له معدل ترشيح عالي وبيحتاج مساحه قليله. المرشح ده زي ما قلنا لازم يسبقه عمليه كواجوليشن وفلاكوليشن وسيدمنتيشن. في الرابيد ساند فلتر الترشيح بيتم في كامل طبقه الرمل، لكن في السلو ساند فلتر كان بيحصل في اول 2 3 سم على السطح. طب ده بيحصل ازاي؟ ان انا بكبر قطر حبيبة الرمل، يبقى حباية الرمل هنا بتكبر، فبالتالي الفراغات ما بين الحبيبات بتبقى كبيرة، فالرواد العالقة بتخترق حبيبات الرمل، فكل الرمل شغال كطبقة مرشحة. عمق طبقة الرمل بنحاول نقلله بيقل شوية، وبيزيد عمق المية فوق الرمل ده عشان يعمل ضغط مدية بحيث المية تمشي بسرعة خلال الايه الفلتر. عندنا مجموعة من الصمامات ده انا منزلها لك نشوفها في الرسمة، انت عاوز تعرف واحد ده ايه وفي اتنين. فالرسمة بتاع الرابيد ساند فلتر هي نفسها قريبة من الرسمة بتاعت السلو ساند فلتر، هي برضو طبقة من السند موجودة فوق طبقة من الزلط، وطبقة الزلط دي موجودة على الأندر درينج سيستم اللي هو نظام تجميع المياه. الاختلاف بقى بيبقى في الطبقة، في سمك الطبقة. هنا كانت طبقة السند من 9 من 10 ل 1.2 من 10، هنا من 6 من 10 ل.75 متر. الزلط من 0.45 لنص. المايه بتدخل، يبقى هو نفس تقريبا شكل المرشح الثاني مع اختلاف سمك طبقات الرمل وطبقه الزلط، بس موجود ما عندي مجموعه من المحابس. اول محبس اللي هو فيه واحد اللي هو على اليمين فوق، وده الانفلنت، محبس دخول المياه الخام اللي هيتم ترشيحها. وبرضو عشان نحافظ على منسوب المية في الفلتر، ادام بنقول منسوب مية يبقى فيه فلوت فالف، محبس عوام. بعد كده المية هيبقى ارتفاعها من 1.8 من 10 ل 2.5 متر فوق طبقة الرمل، هتمشي خلال طبقة الرمل خلال طبقة الجرافر، هيجمعها المواسير المثقبة اللي قلنا عليها او البلوكات، او هنا بيبقى فيه سقف وفيه مجموعة فواني هنشوف رسمتها، بتجمع المايه ديت وتخرج، ما بتروحش بقى على صم، بتروح على الفالف اللي هو السلوس فالف المحبس اللي هو رقم 2، ده هيروح تو جي ار اللي هي الجراوند تانك الخزان الارضي. يبقى دي مسار دوره تشغيل الايه المرشح، المايه هتدخل من في واحد من محبس رقم في واحد وتمشي فوق الرمل خلال الرمل خلال الزلط، بعدين خلال نظام تجميع المياه اسفل المرشح، وبعدين تخرج تروح للخزان الارضي، خلاص تم ترشيحها وجاهزه للاستخدام. يبقى دي نظام تشغيل المرشح. طيب المرشح ده زي ما قلنا ان طبقه السند كلها شغاله في الترشيح، فالعوالق موجوده
ما بقتش بقى طبقة على السطح 2 سم نكشطها ولا الكلام ده، لا موجود العوالق كلها في الفراغات بتاع السند. يبقى لازم نعمل حاجة اسمها غسيل بقى للسند، ما نشطش السند بالطبقة القذرة اللي كنا بنتكلم عليها ديرت سكين ونرميه، لا احنا هنا نعمل غسيل. يبقى نغسل طبقة السند. طب نغسلها ازاي؟ ان احنا نمشي المية عكسي، يعني هي في التشغيل المية جاية من اعلى لاسفل، لا نمشي المية تمشي بقى من اسفل لاعلى، وهي ماشية اذا كان معدل الترشيح مثلا بيساوي 100 متر مكعب او 120 متر مكعب لكل متر مربع في اليوم، لا نخلي معدل الترشيح ده اعلى، يعني ضغط المية وكميتها اكبر من الترشيح بحوالي 5 6 مرات. يبقى مثلا لو عندي 120 في 5 يبقى 600 متر مكعب لكل متر مربع في اليوم، ده معدل مياه الغسيل. فنمشي المياه من اسفل لاعلى، هتعمل ايه؟ هتروح واخد الرواسب الموجوده ما بين الحبيبات دي وتخرج. طب هتخرج منين؟ يبقى المياه اللي هتعمل عمليه الغسيل ديت اللي هي بنسميها دخول مياه الغسيل اللي هي الوش ووتر، هتدخل من محبس رقم 5 اللي هو الفي 5، وبعدين تدخل في الماسوره الرئيسيه دي من اسفل في الاندر درينج، تطلع لفوق بالمعدل الكبير اللي احنا قلناه 5 ل6 مرات معدل الترشيح، وهتطلع لاعلى خلال طبقه السند. وهي ماشيه خلال طبقه السند هتبدا تاخد الرواسب الموجوده وتخرج. طب المياه دي بقت فيها سلاج وفيها رواسب بنتخلص منها، يبقى هتخرج من محبس الرواسب اللي هو تو ويست اللي هو المحبس اللي هو رقم 3 الفي 3 ده. يبقى المياه هتخرج بقى من الزلط من الرمل واخدت الرواسب الموجوده، هناخد المياه ديت نرميها نتخلص منها في الويست اللي هي ايه، نرميها بقى في الترعه او المصرف وهكذا. يبقى دي مياه الغسيل، مياه الغسيل بعد ما تم غسيل الفلتر بتبقى مياه ملوثه. يبقى دي دوره المياه في الفلتر. دكتور، ايوه ليه ما بننضفش الرمل، ما بنعملش تنظيف زي الفلتر اللي فات اللي هو في ما بنشيلش 5 سم والكلام ده ليه؟ ما احنا قلنا الرابت ساند فلتر احنا كبرنا حباية الرمل، لما بنكبر حباية الرمل الفراغات ما بين الحبيبات بتكبر، فالرواسب بتخترق الطبقة السطحية وبتمشي في طبقة الرمل كلها، فطبقة الرمل كلها بتبقى شغالة كفلتر. الرواسب موجودة في كامل 60 أو 75 سم. في السلو ساند فلتر كان سمك حباية الرمل صغير، فكانت الفتحات صغيرة فكانت بتحجز الرواسب في خلال السطح أو خلال 1 أو 2 سم، فكنا بنشيل 1 أو 2 سم، لكن هنا الرواسب كلها موجودة خلال إيه؟ طبقة الرمل كلها. فما ينفعش كل يوم افضي الفلتر من الرمل واغير الرمل بتاعه. ففكرنا نعمل ايه؟ نعمل غسيل، والغسيل يعني نعمل دوره للميه باتجاه عكس دوره التشغيل. واضحه كده؟ وكده مش كده انا بهدر في الميه، المفروض ان انا عايز انقي ميه، كده انا بغسل بميه كتير عشان اطلع الرواسب دي كلها. ما هو انا مضطر كده بقى، لان انا عاوز اعمل معدل ترشيح عالي، انتج كميه ميه كبيره مساحه قليله، فبالتالي انا عندي الويست الميه دي بتبقى من 2.5 ل 5% من الميه المنتجه. يعني لو المحطه بتنتج 10,000 متر مكعب في اليوم، يبقى انا بيبقى عندي ميه اللي هي بتعمل غسيل وبرميها ديت حوالي 250 ل 500 متر مكعب. احنا في بعض المدن، في يعني المدن الجديده والكلام ده، بناخد ميه الغسيل دي نعمل لها شبكه مواسير خاصه بيها ونستخدمها في ري الحدائق والمتنزهات اللي هي موجوده في المدينه، فما بتبقاش ايه ويست قوي. ماشي، يبقى ميه الغسيل دي احنا بنعمل لها شبكه، بتبقى ايه مواسير مياه عكر. حتى لو رحت انت بعض المدن الجديده يقول لك ايه، تلاقي يافطه كده على يقول لك ممنوع شرب المياه عكر اللي هي بيرووا بيها الايه الحدائق. تمام. لما نشوف بقى قطاع للفلتر، خدنا قطاع فيه، ادي الاندر درين سيستم. هنبص ادي عندي طبقه السند اهيت، تحتها طبقه الجرافل. الاندر درين سيستم عندنا مين؟ اندر درين ماسوره تجميع رئيسيه
متوصل عليها مواسير عرضية اللي هي المثقبة اللي بتجمع المية. المواسيرة دي متوصلة على مجموعة مواسير ومحابس. طب أنا عندي في حاجة فوق اسمها ووش ووتر جاتر، اللي هي قنوات تجميع مياه الغسيل. قنوات تجميع مياه الغسيل لو رجعنا للرسمة اللي قبل كده، اللي هي المايلة بالسامدة. طب أنا لما بعمل عملية غسيل للمية، المية بتطلع من أسفل لأعلى، طب أنا المية دي لازم أنا أجمعها عشان تدخل الصنب اللي هو موجود في الجنب. لو المية طلعت من الحرف كده مكان ما الماوس بتعلق محددة، هتبدأ تسحب رمل وتبقى بسرعة. فبنعمل مجموعة قنوات كده بميل، المية تطلع في القناة دي تتجمع في كل الفلتر وتنزل في الصنب، بحيث انها ما يطلعش رمل وما يحصلش ويتم عملية غسيل منتظم. لما تبص نلاقي القناة، ادي قناة اهي، ادي القناة وفي قناة تانية زي المسافة بين القناة والتانية بتبقى في حدود 2 متر. المية بقى في الغسيل بتطلع، القناة دي بتبقى شغالة لحد اليمين والشمال زي هدار، تدخل مية الغسيل تدخل القناة وتيجي على الصنب اللي هو في الجنب ده اللي هو يجمع مياه الغسيل، وبعد كده ناخد المية نتخلص منها. ادي قطاع برضو، لو بصينا ادي اللي فوق اهم في الرسمة الوش جتر اللي هي فوق اهي، وادي طبقة الرمل وطبقة الزلط والاندر درين سيستم اللي هي المواسير. وفايدة اللي هو الوش جتر ديت انها بتجمع المية بتاع الغسيل، يعني المية طالعة من اسفل لاعلى من الرمل، لو هي جمعتها في نقطة واحدة هتسحب رمل ويخرج مع المية الغسيل، لان انا بعمل الغسيل بمعدل عالي جدا، فانا بخلي المية تخرج من كل القنوات. لو بصينا في الرسمة اللي تحت ديت هنلاقي قنوات الوش ووتر جتر، ادي 1 2 3 4، المسافة بين القناة والتانية 2 متر. ففي حالة الغسيل المية بتطلع من أسفل لأعلى في القنوات، يبقى القناة دي بتجمع المية على كل الفلتر زي ما انت، وفي قناة رئيسية موجودة في النص كده، بحيث إن مية الغسيل احنا اللي احنا شايفينه ده في أثناء الغسيل. هنبص نلاقي أدي المية خارجة من فتحات الوش جتر أهي على القناة الرئيسية، فبتجمع المية بانتظام على كامل مسطح الفلتر، فما يحصلش خلخلة للرمل. يا دكتور برضه قطاع الرابد ساند فلتر نفس الكلام. بنعمل الغسيل ازاي؟ ميه الغسيل اللي بيتم بيها غسيل الفلتر بتبقى ميه، يعني مش معقول نجيب ميه خام فيها رواسب ونغسل بيها، فاحنا بنجيب ميه نقيه، ميه شرب نقيه نستخدمها في عمليه الغسيل. الميه دي بنجيبها منين؟ يا اما بنعمل داخل المحطه خزان عالي للغسيل نخزن فيه كمية مية كافية لغسيل الفلاتر، يبقى مية نقية خلاص مفرطرة جاهزة للتوزيع، أخزنها في الخزان العالي ده. الخزان العالي ده ارتفاعه قد إيه؟ من 7 ل 10 متر فوق طبقة الرمل. ساعة الغسيل أهو بتوصل بماسورة، أدي الوش ووتر، هنفتح المحبس رقم دي، هيروح المحبس ده يدخل لي مية الغسيل، تمشي من خلال طبقة الزلط والرمل، وبعدين تتجمع في الوش جتر وتنزل في الصنب، وبعدين تخرج من الدرين اللي هو موجود على الشمال. ده قطاع في الايه؟ في الفلتر. حتى ادي فوق كده بيقول لي الوش ووتر ترف او جتر، اللي هي قناة الغسيل اللي هي بتجمع مياه الغسيل. ده برضو كذا صورة للقطاعات، الفلتر، طبقة الرمل والزلط والاندر درين سيستم. في بعض الحالات ما بنعملش مواسير، بنعمل سقف مثلا من الخرسانة ونحط فيه مجموعة فواني. الفواني دي عبارة عن مواسير، يعني اللي احنا شايفينها في الشكل اليمين تحت في اليمين دي تبقى موجودة في السقف، فيها ثقوب فبتسمح بمرور المية وما تسمحش بمرور ايه الرمل، دي اسمها ايه فواني. وفي حالة الفواني ساعات ما بنحطش طبقة زلط، يبقى بنحط طبقة رمل، لان احنا ايه عاملين قطر الفتحات بتاع الفواني اصغر من قطر الايه الرمل. ده برضو من ضمن بعض الاشكال للاندر درين سيستم. عمليه تشغيل وغسيل الفلتر،
دكتور، هو مدخل المياه هو مخرج مياه الغسيل؟ لو جينا على الرسمة اللي هي موجودة دي، يا دكتور، أيوة هو مدخل المياه العكرة هو نفس مخرج مياه الغسيل ولا لا؟ نرجع للرسمة اللي هي لو جينا في الرسمة اللي احنا شايفينها دي، ادي مدخل مياه الغسيل اللي هو الوش ووتر. الوش ووتر بتدخل على ايه؟ على الاندر درين سيستم، اللي هو الاندر درين سيستم، وتدخل من المواسير بقى المثقبة، بتمشي عكس الماسورة الكبيرة للمواسير الصغيرة، تخرج من الثقوب وبعدين تخرج خلال طبقة الزلط وبعدين طبقة الرمل، وتخرج على الصنب اللي في الجنب ده، وتتجمع بقى في ماسورة الدرين. دي ماسورة خروج مياه الغسيل اللي هي المحبس اللي هو مكتوب عليه حرف سي. ده دورة مياه الغسيل. لكن دورة التشغيل اللي هي الانفلنت، اللي هي مثلا الدخول، حالة الدخول المياه هتدخل من المحبس رقم ايه، وتبدأ تدخل تطلع بقى من هنا من الصنب على الوش ووتر جتر، تنزل من الوش ووتر جتر تتوزع على طبقة الرمل. خلاص الفلتر بيبقى له منسوب ميه في حاله التشغيل اعلى حتى من الوش جدر. الميه هتمشي خلال طبقه الساند الجرافل الاندر درين، بس هتخرج بقى من المحبس اللي هو رقم بي اللي هو الافلنت اللي هو المخرج بتاع المياه المرشحه. يبقى دي مسار المياه المرشحه ومسار المياه الغسيل. تمام. لو بصينا لها في الرسمه الاساسيه في الاولانيه خالص، ادي ماسوره الدخول ممكن تبقى بالشكل ده، تمشي خلال المياه وهتخرج من المحبس رقم 2 اللي هو مخرج المياه، تمشي خلال الرمل الزلط الاندر درينج اللي هو مواسير تجميع المياه اسفل المرشح، وبعدين تخرج من محبس رقم 2 في خلال الغسيل. المياه بقى بتاع الووش ووتر اللي هي جايه سواء من خزان عالي اللي احنا شفناه في الرسمه الثانيه، او ممكن نجيبها من خزان ارضي ونضخها بطرمبات، يعني تديني ضغط اللي انا عاوزه للغسيل. يبقى الوش ووتر يا اما هتيجي من خزان عالي، وده في المحطات القديمه، دلوقتي بقينا نعمل لا، بنجيب طرمبه تضخ الميه بالكميه والضغط اللي انا عاوزه. هتمشي برضو تدخل على الاندر درينج سيستم وتطلع الميه لاعلى، وبعد كده تمشي خلال الجرافل الساند وتتجمع في قنوات الغسيل، وتنزل على جزء الصمب، وتخرج من محبس رقم 3 اللي هو رايح الميه رايحه ايه؟ تو ويست، اللي انا هرميها يا اما في المصرف استخدمها في الري اي حاجه. طيب لما انا اجي اعمل غسيل بقى، الغسيل ازاي؟ ما ازاي بقى بنشغل الفلتر؟ يبقى التشغيل احنا قلنا المسار بتاعه. طب الغسيل قلنا هنجيب الميه من الوش ووتر اللي هو الفلف رقم 5، هتدخل في الاندر درين سيستم الماسوره الرئيسيه، وبعدين تبدا على المواسير الفرعيه، وبعدين تخرج من الثقوب بتاعتها على الزلط على الرمل. الميه دي بمعدل كبير 5 أو 6 مرات معدل الترشيح هتاخد الرواسب. طب يجي واحد يقول لي طب ما الرواسب دي ممكن لزقت في حبيبات الرمل، يعني الميه حتى انا مع انها بضخها بضغط عالي وكمية كبيرة مش هتاخد كل الرواسب. طب نعمل ايه؟ احنا عاوزين نضمن ان الرواسب تسيب حباية الرمل وتخرج مع المية. فقالوا ان احنا ممكن نستخدم الهواء، يعني نضخ هواء زي دورة الغسيل كده عكسي، يبقى هواء مضغوط اللي هو الكمبريست اير اللي هو الفلف رقم 4 ده، هنروح ضخين الهواء في الاندر درين سيستم، هيدخل في الماسوره الرئيسيه المواسير الفرعيه، يخرج من ثقوبها على طبقه الزلط على طبقه الرمل. طب الهواء ده يعمل ايه؟ بضخ هواء بضغط عالي بكميه كبيره، فالهواء ده بيعمل ايه؟ زي خلخله لحبيبات الرمل، يعني بيرفع حتى الحبيبات الاعلى. يعني متخيل ضغط هواء كبير بيحاول الميديا دي يعمل لها انتفاش لاعلى وخلخله، فالحبيبات دي تتحرك. لما تتحرك بيحصل ايه؟ المواد العالقة اللي لازقة فيها من الحركة بتاعتها مع بعضها بتفك. يبقى أنا لما بضخ هواء يعمل إيه؟ غرض منه خلخلة الإيه؟
الرواسب، خلخلة طبقة الزلط والرمل، وخلخلة الرواسب اللي هي حوالين حبيبات الرمل، بحيث إنها تفككها من حباية الرمل، بحيث إن أنا بعد كده لما أمشي مية الغسيل ياخد الرواسب دي. يبقى دي دورة الإيه؟ طب الغسيل بيتم إزاي؟ أو هنقول بقى دورة التشغيل، وهنشرحها على الشكل اللي قدامنا. في دورة التشغيل، الفلتر أول ما بنملاه زلط ورمل زي ما انتم شايفين كده، بنعمله زي عملية غسيل، ونطرد الهواء الموجود فيه، لأن لو فيه هواء هيعمل شورت سيركت للمسارات، ويعمل خلخلة للحبيبات، يعمل مشكلة وكناك في المدي. فبنروح فاتحين المحبس اللي هو بتاع الوش ووتر ده، اللي هو فيه مية نقية من أسفل لأعلى. هتمشي المية خلال طبقة زي الغسيل كده، تمشي طبقة الرمل الزلط الرمل وتخرج. يبقى لو في اي مواد كيميائيه، اي رواسب، اي تراب، اي حاجه موجوده في الزلط والرمل بتاخدها، ونفتح محبس رقم 3 للويست علشان ايه نتخلص منه. يبقى المايه دي نخرجها. يبقى اول حاجه دي في اول بس تشغيل، اول مره نشغل الفلتر عشان نعمل له عمليه غسيل. طيب بعد ما عملنا العمليه دي بنروح فاتحين، نبدا بقى نشغل التشغيل، نفتح محبس رقم 1 اللي هي المايه الجايه من المرحله اللي قبل كده اللي هي الكواجوليشن. المايه هتمشي خلال الفلوت فالف، هتبقى المايه فوق طبقه السند، هتمر خلال السند، هيتم اللي بيتم بيهم الترشيح، ويتم ترشيح المايه. بعد كده هتخرج المايه النقيه من الجرافل، والرواسب هتتحجز في السند ومن الاندر درينج وتخرج. طب الميه في خلال بدايه التشغيل، لسه انا بقول انا عاوز الطبقه اللي فيها البكتيريا الملتصقه دي تتكون، فمش هيبقى بالكفاءه المطلوبه. يبقى الميه ما تمش تنقيتها بالكفاءه المطلوبه لحد ما الطبقه البيولوجيه دي تتكون، فالميه ما ينفعش استخدمها في الشرب. ففي الحاله دي ان انا هاخد الميه من خلال محبس رقم 6 اللي هو موجود ده، واتخلص من الميه دي، اوديها للويست او اعمل لها اعاده تاني للفلتر. يبقى الميه دي اسمها مياه التحضير، اللي هي المحبس رقم 6. لما الميه توصل بقى نقيس الجوده بتاعتها ونقيس العكاره ونلاقيها وصلت للي احنا عاوزينه، نروح قافلين المحبس رقم 6 ونفتح محبس رقم 2 اللي هو المحبس خروج الميه المرشحه. يفضل الفلتر بقى شغال 12 لحد 36 ساعه، لحد ما الهيد لوسز بتاعه يوصل 2 متر ونص. يبقى في الحاله دي الفلتر بدا ينسد، نوقف الفلتر. بيبقى عندي عداد بيقيس الهيد لوسز، اوقف الفلتر واقول الفلتر عاوز يتغسل. طب هنغسل ازاي؟ نروح فاتحين المحبس بتاع الهواء ده، نقفل كل المحابس ونفتح المحبس بتاع الهواء ده لثلاث اربع دقائق. الهواء يدخل من اسفل لاعلى، يعمل خلخله للرمل والزلط والرواسب الموجوده. بعد ما فتحنا محبس الهواء هنروح فاتحين محبس رقم 5، والميه هتمشي خلال طبقه الجرافل من اسفل لاعلى والرمل، هتروح واخده الرواسب وتخرج على الصمت. نروح فاتحين محبس رقم 3 لحد ما يتم الغسيل. الغسيل ده بياخد فتره قد ايه؟ من 10 ل 15 دقيقه. بعد ما عملنا عمليه الغسيل بقى الفلتر جاهز ان يشتغل. نروح فاتحين محبس رقم 1، الميه تمشي من اعلى لاسفل، نستنى فترة التحضير اللي هي حوالي 10 دقايق لما تتكون الطبقة البيولوجية حوالين الحبيبات والكلام ده، ونفتح محبس رقم 6 ده لمدة 10 دقايق. بعد ال10 دقايق خلاص المية وصلت للجودة بتاعتها، نفتح محبس رقم 2. طب يا دكتور، هو مش في حالة الغسيل ديت أكيد بيطلع يعني رمل معانا وكده؟ لا، ما وظيفة بقى الوش جتر اللي فوق ده ان هو ان يضمن ان الميه تطلع بالتساوي من كل قطاع الفلتر، فما يطلعش رمل مع الميه. ده تمام. بس عشان ايه نخلي بالنا ان الميه الغسيل الميه بتطلع من اسفل لاعلى، الوش جتر فوق طبقه السند بحوالي 60 سم او 70 سم، فاحنا بيحصل انتفاش لطبقه الرمل وترتفع شويه، بس ايه احنا بنحافظ ما بتخرجش مع الميه. الاوبريشن بقى بتاع العمليه اللي هي الاوبريشن والكلينج بروسيدير،
او الووشنج بروسيدير للفلتر موجوده في الجدول ده. الستيب رقم واحد هنفتح محبس رقم واحد ومحبس رقم ستة اللي هو ده بتاع التحضير، وكل المحابس مقفولة. يعني لما بنتكلم على محبس واحد وستة دول بنفتحهم لمدة مثلا 9 أو 10 دقايق عشان نكون الطبقة الموجودة اللي بيتم بالترشيح. رقم اتنين نفتح المحبس رقم واحد ورقم اتنين، ودي فترة التشغيل، يبقى المياه تدخل من واحد وهتخرج من محبس رقم اتنين مياه مفلترة كويسة. رقم ثلاثة هنفتح المحبس رقم ثلاثة اللي هو بتاع الويست بحيث نفضي الفلتر عشان نعمل له عملية غسيل. رقم أربعة هنفتح المحبس رقم في أربعة اللي هو محبس الهواء الكمبريز اير، الهواء يدخل يعمل خلخلة للحبيبات، الكلام ده لثلاث أربع دقائق. رقم خمسة هنفتح المحبس رقم خمسة اللي هو دخول مياه الغسيل، ومحبس رقم ثلاثة خروج مياه الغسيل اللي هو الويست لمدة 10 15 دقيقة اللي خلالهم بيتم إزالة الرأس. الكلام ده مكتوب أهو، أنا كاتبه بالتفصيل لعملية تشغيل الفلتر. الديزاين كريتيريا بتاع الرابت ساند فلتر، أدام بنتكلم بقى على ديزاين كريتيريا، يبقى أول حاجة وأهم حاجة عندنا اللي هي الريت اوف فلتريشن، معدل الترشيح. معدل الترشيح هنا للرابت ساند فلتر من 120 ل 200 متر مكعب لكل متر مربع في اليوم، يبقى دي اهم حاجه. السلو ساند فلتر لو انتم فاكرين كنا بنقول تقريبا من 3 ل 8، هنا من 120 ل 200، يعني فرق المساحه ده اقل 25 مره لحد 40 مره اقل. دكتور ايوه ممكن بقى ناخد الجزء ده بالله عليك المره الجايه لحسن كده الدنيا ساحت مننا خالص، والله كده كده احنا هنتوه خالص فعلا. يعني انا هو خلاص الجزء ده ديزاين كريتيريا، هم الشريحه دي واللي بعدها هنخلصهم وهنعيدهم المره الجايه بس عشان الوقت بتاعنا. ماشي تمام، بس يعني هو الاهم حاجه بالنسبه لي هنا الريت اوف فلتريشن. الريت اوف فلتريشن 120 ل 200، يبقى مساحه الفلتر هتساوي ايه؟ الكيو ديزاين على الريت اوف فلتريشن، بدل ما كنا بنقسم على 5 هنقسم على 150 يديني المساحه. طب الفلتر الواحد مساحته قد ايه؟ اقل من 100 متر مربع. هناك كان ممكن يبقى 1000، هنا الفلتر الواحد يبقى 100. المسافه بين الطول والعرض من 1 وربع ل 1 ونص دي مش مهمه. الماكسيمم هيد لوسز اللي هو بقى لما بنوصل له عشان عاوزين نعمل غسيل للفلتر من 2 ل 3، فاحنا غالبا مثلا على 2 ونص نوقف الميه ونعمل غسيل. التفاصيل بقى السيكنس اوف ساند لاير، تخانه الساند من 60 ل 75 سنتي، الرمله 30 ل 60، الافكتيف سايز اوف ساند، افكتيف سايز اوف جرافر، الساند يونيفورمتي كوفيشن اقل من 1.7، ارتفاع الميه فوق الفلتر من 1.5 ل 2. دي الابعاد الموجوده في القطاع اللي احنا المفروض نحفظه. القطاع موجود فيه سمك طبقه الرمل، سمك طبقه الزلط، ارتفاع الميه فوق الرمل، ارتفاع الميه اللي هو القطاع المرسوم عندنا. المده ما بين اللينس اوف ران بتوين تو ووش من 12 ل 36 ساعه اللي هو. طب هم 12 ولا 36 اللي بيحددهم الفاقد في الهيد اللي هو الهيد لوس. التايم اوف ووشنج اللي هو بيتم فيه عمليه الغسيل، ان انا بمشي ميه بالعكس من 10 ل 15 دقيقه. الريت اوف ووشنج اللي هو معدل مياه الغسيل اللي انا بغسل بيه من اسفل لتحت، قلنا بيساوي من 5 ل 6 مرات الريت اوف فلتريشن. اماونت اوف ووش ووتر يعني لما اجي احسب كميه المياه الغسيل اضرب المساحه السطحيه للفلتر في 5 أو 6 في الريت اوف فلتريشن يديني كميه مياه الغسيل. كميه مياه الغسيل بتبقى في حدود من 2 ل 5% من المياه المنتجه. الوش ووتر بريشر بقى من كذا ديوريشن اوف ووش ويز اير، يعني لما بنستخدم بقى الهواء
فترة الهواء بنستخدمه من 3 ل 5 دقايق. كمية الهواء الاير كوانتيتي من 37 ل 75 متر مكعب هواء لكل متر مربع في الساعة. سرعة الهواء في الأنبوبة بتاعة الهواء من 15 ل 20 متر على الثانية. المسافة ما بين أقصى مسافة بين القطر اللي هي قنوات الغسيل 2 متر. عاوزين نصمم بقى الوش ووتر جاتر اللي هي قنوات الغسيل. لها علاقة كده ستاندر كيو بتساوي 0.76 البي في الاتش أستاذ على 2 كيو اللي هو الشارج بير وان ووش جاتر. يعني انا هشوف الفلتر ده عرضه 10 متر اقسمه على 2 في 5 قنوات غسيل. تصرف القناة الواحدة هيبقى هقسم التصرف بتاع مياه الغسيل على 5، يبقى جبت ده التصرف بتاع الايه، وده بنعوض بيه بالريتل على المينت. البي عرض القناة وده ستاندر بناخده من 40 ل 60 سنتي، ممكن ناخده 50 سنتي. وبعد كده من العلاقة دي المجهول اللي هو الاتش اللي هو عمق القناة، وهنجيبه من الايه، من العلاقة دي. طب عدد الفلاتر، احنا كنا في السلو ساند فلتر بنقول 2، لا هنا حسب عدد الفلاتر، لان انا الفلتر زي ما انتم شايفين كده بياخد وقت الغسيل. يعني انا باخد الفلتر وكل يوم بعمل غسيل، فلازم يبقى فيه فلاتر احتياطي للغسيل. يبقى النمبر فلتر، عدد الفلاتر الموجوده في المحطه بيساوي ديزاين نمبر اللي انا جبته. هقول كيو ديزاين على الريت اوف فلتريشن هيديني الاريا، هقول مساحه الواحد 100 متر طلعوا 5، يبقى ده ديزاين نمبر ان سمول. لو العدد اكبر من 5، يعني لقيت العدد الفلاتر اكبر من 5، هاخد 2 احتياطي للغسيل. اذا كان العدد اقل من او يساوي 5 فلاتر اللي هو ديزاين نمبر اللي هو ان سمول ده، هناخد فلتر واحد احتياطي للغسيل، يبقى ده عدد الفلاتر. يبقى اما تيجي محطه مثلا اقول لك فيها 12 فلتر بت، طب العدد الفلاتر التصميمية بتاعتها كام؟ ادام 12 يعني ازيد من 5، يبقى في 2 احتياطي، يبقى عدد الفلاتر التصميمية للديزاين نمبر ان سمول هيساوي 10، وهكذا. ودي تحت بقى علاقه لحساب كميه مياه الغسيل عباره عن نمبر اوف فلتر ويشت ات سيم تايم. يعني انا ممكن اغسل فلتر، اغسل 2 في نفس الوقت في وقت الغسيل اللي هو مثلا 10 دقائق في الريت اوف واشنج اللي هو معدل مياه الغسيل في السيرفيس اريا، هديني كميه مياه الغسيل. الديزاين كريتيريا بقى بتاع المواسير بتاع الفلتر، لو انا عاوز اصمم ماسوره الدخول الخروج، ماسوره الغسيل، ماسوره التحضير، بصممها بالسرعه. انا عندي العلاقه بتاع التصميم كيو بتساوي الاي في الفي، التصرف بيساوي مساحه المقطع اللي بيمر فيه التصرف في السرعه. يبقى انا لما اجيب عندي التصرف اللي بتاع مياه المياه اللي داخله الكيو ديزاين، وعاوز اجيب مساحه المقطع بتاع الماسوره عشان اجيب قطرها، يبقى هفرض السرعه بتاع ماسوره الدخول من 3 من 10 ل 8 من 10 يعني 5 من 10، واجيب مساحه قطر الماسوره، ماسوره الخروج من 1 ل 2 متر، وهكذا. دكتور ايوه كده خلاص بقى نكمل المره الجايه باللي عليه كده، والله كتير كده كتير، احنا خلاص والله فصلنا بجد. خلاص اخر شريحه ايه اللي هي مميزات بس وعيوب الفلاتر. انا منزل لكم، نزلت لكم الكلام ده قروب الراحه، وانا اعد لكم الجزء الاخير ده المره الجايه بسرعه. دي هو النظر ده مطلوب مننا يا دكتور؟ حضرتك هتعيد النوبه الجايه، فخلاص نستكفى الغيط كده، وحضرتك نبدا الجزء ده بقى من النوبه الجايه. ما انا بقول لك دي اخر شريحه، استحملني في الشريحه دي. تمام تمام دكتور. بس هنقول مميزات وعيوب الايه، الرابيد ساند فلتر. المميزات من الكلام اللي احنا قلناه، معدل الترشيح بتاعه كبير، اعلى من السلو ساند فلتر، يبقى له معدل ترشيح كبير. الميزه الثانيه بيحتاج الى مساحات اقل. ثلاثه بيحتاج الى كميات رمل اقل، يعني انا بكميات رمل قليله وما بعمل، مش كل شويه بستبدل رمل، اشيل طبقه رمل واحط مكانها. العيوب بتاعته، لابد من وجود معالجه كيميائيه قبل، يعني لازم يكون في كواجوليشن وفلاكوليشن قبل عمليه الايه، الرابيد ساند فلتر. بيحتاج بقى لتكنولوجيا اعلى واعمال صيانه دوريه، يعني زي ما انت شايف ان انا بغسل وعندي كذا محبس وافتح محابس واقفل محابس بوقت معين وضغط معين وكميه معينه، يبقى محتاج ايه، تكنولوجيا واعمال صيانه اعلى.
بينتج عنه كميات سلادج كبيره. يعني انا معدل ترشيح كبير، ففي رواسب كتير بتتحجز بسرعه، بعمل غسيل فبقى عندي كميه سلادج رواسب لازم نتخلص منها. فاحنا قلنا يا اما بنرميها في الترعه في المصرف، او بنستخدمها في ري الحدائق والمنتزهات في المدن الجديده. يعني الفلتر ده ما بيقضيش على البكتيريا زي السلو ساند فلتر، يبقى لان البكتيريا الحبيبات كبيره ما بتقعدش وقت كبير، فما بيزيلش البكتيريا بكفاءه. طيب اخر حاجه بقى، احنا نعرف وقتين ان احنا عاوزين الفلتر ده عاوز يتغسل. يعني عندي الرابد ساند فلتر، ايه اللي يعرفني انه عاوز يتغسل؟ اول حاجه اذا زاد الفاقد في الضغط اللي هو الهيد لوسز ما بين المايه اللي داخله واللي خارجه، معنى كده ان الفتحات ما بين الحبيبات اتسدت فالفلتر عاوز غسيل. اذا زاد تعكر المايه يعني وقلت جودتها، يعني لقيت المايه اللي خارجه من الفلتر العكاره بتاعتها عاليه، فبالتالي يبقى الفلتر ده عاوز يتغسل. اذا مرت اقصى فتره تشغيليه للفلتر، احنا قلنا الفلتر ده من 12 ساعه ل 36، بعد 36 ساعه بيحصل ايه؟ بيحصل سيمنتيشن للرواسب، يعني الرواسب الملتصقه حوالين حبيبات الرمل بتتصلد وبتجمع حبيبات الرمل مع بعض، يعني كانها بتعمل تحجر للحبيبات الموجوده في الفلتر، فبتبقى عمليه الغسيل بعد كده صعب. احنا كده اتكلمنا على السلو ساند فلتر، رابد ساند فلتر. هتلاقي في الشرائح اللي نازل لكم كذا مثال، والحل هو هتلاقي الحل بسيط جدا كمساله. المطلوب منا في السؤال ده في اذكر يعني صمم وارسم قطاع للفلتر، يبقى القطاع اللي احنا جايبينه الافيشن ده يترسم، وهنصمم نصمم. تاني حاجه خطوات تشغيل الفلتر سواء سلو ساند فلتر، وخطوات غسيله او تنظيفه بتاع السلو ساند فلتر، او خطوات تشغيل والرابد ساند فلتر. هنقول ايه الجدول اللي هو موجود ونقول ايه الخطوات. ده المطلوب ومميز، وطبعا مميزات وعيوب كل نوع. في سؤال؟ شكرا يا دكتور. شكرا. احنا بالنسبه لنا الاسبوع الجاي هيبقى اونلاين ولا هيبقى حضوري؟ اونلاين. خلاص ان شاء الله ربنا يسهل، الاسبوع الجاي غالبا اونلاين.